هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. خليق بالمسلم أن يحرص عليه. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. هنا إذا استعذت بالله عز وجل من زوال النعمة ومن تحول العافية، هنا أيضا يكون في ضمنها أنك تستجير بالله وتعتصم بالله جل وعلا من الذنوب التي هي سبب إزالة النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. تستعيذ بالله جل وعلا من نكران النعمة ومن عدم شكرها، لأن النعم كما هي تستجلب بالشكر أيضا لا تبقى إلا بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وتبقى بالشكر. ومن أنواع الشكر أن الله عز وجل إذا أنعم عليك بنعمة قد تعدى نفعها فلا تبخل بها. إذا كنت في نعمة العلم الشرعي فلا تبخل في نشره. إذا كنت ذا مال فلا تبخل في إعطاء المساكين والمحتاجين. إذا كنت في وظيفة فلا تبخل في إفادة الناس والسعي لقضاء حوائج الناس. إذا كنت في نعمة معرفة الناس ولديك القدرة على الشفاعة والوساطة للآخرين ولا سيما الضعفاء فلا تبخل بها. ولذلك كما في الحديث، حديث ابن عمر عند الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله ولعل تحسينه لكثرة طرقه وهناك متابعات له، قال صلى الله عليه وآله وسلم: انتبه معي إلى هذا الحديث. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية قد يأتيه شخص يريد أن يتوسط له وإذا به يقول: لا، أدخر هذه الوساطة، قد أحتاجها أو يحتاجها ولدي أو يحتاجها قريبي. سبحان الله، قد يكرمك الله عز وجل فلا تحتاج إلى أحد. قد ييسر الله عز وجل لك لما يسرت وأعنت هذا الشخص، ولا سيما إذا كان ضعيفا محتاجا ييسر الله لك الأمر. قد يمنع الله عز وجل عنك بلايا ومصائب. اسمع، وهذا مثال فقط والأمثلة كثيرة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أن النعمة إذا أنعم بها عليك ويتعدى نفعها، يعني تنفع بها إخوانك المسلمين ولا سيما المساكين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله أقواما يختصهم بالنعم. ما من إنسان إلا وهو في نعمة، يتقلب في نعم الله، لكن هناك نعم لها مزية. إن لله أقواما يختصهم بالنعم. لما؟ قال: لمنافع العباد. سبحان الله، لمنافع العباد، ويقرهم فيها إذا بذلوها، إذا أعطوها، ويقرهم فيها إذا بذلوها، فإذا منعوها نزعها الله منهم فحولها إلى غيرهم.